منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، كابتن محمد، تحيات الكابتن اسامه حسني، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. اعتقد امر مهم جدا ان في السن دوت والمرحله السنيه دي ان اللعيبه تشوف نفسها تتحط تحت ضغوط انها تلعب على مباريات مذاعه على قناه النادي الاهلي. شايف المبادره من خلال قناه النادي الاهلي ازاي؟ الاول اسلم على الكابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن حشيش، وان شاء الله دايما موفقين، وان شاء الله تبقى بادره ايجابيه ان الولاد دول تزعلهم ماتشات، لان حكايه ان الولاد يزعلهم ماتشات في السن ده دي تعود على الضغوط من بدري، انا شايفها منطقه ايجابيه جدا، والنادي الاهلي سباق ليها وتحسب ليه يعني. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون باستمرار، لان الولاد لما بداوا يتعلموا تحت ضغط وبداوا يتحط لهم ماتشات مذاعه ويتحط لهم نقد وبناء طبعا، والضغوط دي تبقى التمرين للاجواء اللي ممكن يعيشوا فيها بعدين ان شاء الله. انطباعك بقى عن الفرقتين، وانا عارف ان المهمه صعبه جدا، واصعب مرحله في مرحله المنتخبات هي مرحله الانتقاء يا كابتن محمد. هو الحمد لله احنا دلوقتي بدانا ان احنا نعمل سيرش على اللعيبه من جديد تاني، تكمله اللي عمله الكابتن مؤمن، والحمد لله عندنا قوام، مجموعه مختاره من قبل كده، بنبدا نكمل عليهم تاني سواء جوه مصر او بره مصر، وبنحاول نتواصل مع المدربين في مستوى المراحل السنيه في السن ده، عشان بالتاكيد هتلاقي عناصر في اماكن تانية كويسه. لكن الجميل في الموضوع ان مثلا مباراه النهارده تحس ان الفرقتين بيلعبوا عندهم ثلاث اربع عناصر عندهم حاجه مختلفه. ابرز اللعيبه اللي لفت نظر الكابتن وهبه النهارده يعني الناس اللي قطعت حضرتك دي النقطه اللي اتكلم عليها كباتننا في الاستوديو الكابتن شريف والكابتن محمد حشيش، وبرضه هاخد من خلال حضرتك اكتر اللعيبه اللي لفت نظرك سواء في الاهلي او في انبي. انا عشان كده قلت لك من الاول انا سعيد لان مثلا واحد بقيمه الكابتن شريف والكابتن حشيش والكابتن اسامه بيقعدوا يحللوا للسن ده، دي حاجه ايجابيه جدا، لان السن ده تحليل ما هوش عشان يكسب ويخسر، لا هم عايزين يشوفوا مين اللي بيلمع، مين اللي عنده حاجه مختلفه هيضيف، لان الانديه يعني سواء الاهلي او انبي او الانديه الكبيره مش عايزه اجيال تطلع شبه بعض، فبيحاول ان هو يدور على نوعيه لعيبه لما تطلع فوق يبقى هي اضافه للفريق، للنادي الاهلي مثلا مستوى الفرق اللي عنده تملي بيدور على سوبر ستارز، كذلك انبي الفرقتين النهارده عاملين جيم كويس، لكن الاهم من الجيم وهم من النتيجه الكام عنصر اللي موجودين في الفرقتين. حاجه يا فاروق لو سمحت يا فاروق طبعا يعني، لكن ما شاء الله يعني في ناس انا كنت سعيد وانا بتفرج عليهم. ابرز الاسماء فاروق لو سمحت، ان عندهم فكره الكابتن محمد وهبه في النهارده في اول مباراه، عندهم بوتنشال اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله، بس القصه كلها مش عايزين نفخم في الولاد دول لان لسه بدري عليهم وبيبداوا يحطوا رجلهم على الطريق، الطموح اكتر من كده بكتير، خصوصا وانت عايز تاخد الولاد لمنطقه ثانيه، فاتمنى ان احنا ان شاء الله يكونوا بس تحت عينينا ونبدا نشتغل عليهم سواء جوه النادي او في المنتخب عشان نوصل ان شاء الله لجيل مميز باذن الله. كابتن اسامه حسني حريص انه ياخد منك ابرز الاسماء، عايز ياخد ابرز الاسماء اللي شفتها في النادي الاهلي. كابتن اسامه نفسه عارف انه نجم كبير وعارف، وطبعا هو الكابتن حشيش والكابتن شريف، ما ينفعش ان انا اقول اسامي خالص، الاسامي هتعلن في المعسكر، وحتى المعسكر هيبقى فيه على طول متجدد، لان احنا عاملين حساب ان كل فتره او كل تجمع لينا باذن الله هيكون في فرص للناس كلها، لكن ما اقدرش اقول اسامي دلوقتي، لكن فعلا فعلا ما شاء الله فيهم كم عنصر حاجه مبشره. كابتن شريف عبد المنعم قال له انا هغششك الاسماء. خلاص انا اللي اقول عليك كابتن شريف، انا مش موافق عليه. سلام ليهم وان شاء الله موفقين. قول له بالتوفيق ان شاء الله كابتن. شكرا. كابتن محمد وهبه من الناس المحترمه فعلا. كابتن اسامه مستمرين معاك، انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء النادي الاهلي الكابتن